مصطفى جعفر. هيبقى كده ثلاثة تقريبا مهاجمين لنادي الزمالك، مصطفى جعفر وأجوجو وشيكابالا. هجمة من ناحية اليمين، أحمد صديق يرجع لورا، بوجلبان خدها مرة تانية، بركات جيلبرتو لوحده خالص، بركات جيلبرتو تحكم واقتدار. يا عيني يا سيدي يا جمالك، بوجلبان بوجلبان حطها، ثمان نقلات، تسعة جيلبرتو، تسعة تسعة، عشرة، 11، 12، 13، أبو تريكة 13، 14، 15، 16، 16، 17، 18. أعتقد دي طايشة بقى خلاص، يلعبها أسامة حسن. كلها طبعا ألعاب محاولة لهد الخصم. تعب جميل قوي قوي من النجم الكبير أبو تريكة الإيمي. بركات مرة تانية، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، ودول 14، ودول 14. نخرج المباراة.